السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات نتابعها بهاي الحلقة. مشاهدينا حياكم الله، بعد ما قدمت حكومة الخدمات برنامجها الحكومي وعزمت على تنفيذه، اليوم يشيد المراقبون والوسط السياسي بما أنجزته خلال المدة القليلة اللي ابتدأت بها مهامها الحكومية، وهي تسير بخطى حثيثة وواثقة لتحقيق أهدافها بخدمة المواطن. لكن المتابعين لسير العملية السياسية اتضحت لهم أن هذه الحكومة تحتاج الدعم المالي والأرضية المهيئة وكذلك الوقت الطويل لإنجاز تصحيح المسارات المطلوبة في الخدمات المعدومة والواقع المتهالك. لابد أن تكون إلى وقفة جادة بإصلاح الفساد المتراكم، وهذا ما تسعى إلى الحكومة بجهودها المتواصل. في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة، وفي ليلة اختير السندباد البحري ليكون إيقونتها، دشن الخليجيون أمس عرسهم الكروي المتجدد بكأس الخليج في نسخته 25 على أرض العراق، وتحديدا من ملعب جذع النخلة، وسط حضور آلاف المشجعين من مختلف الدول الخليجية. فهي لحظات تاريخية ولوحة لها دلالاتها في الأخوة والتآخي بين الأشقاء العرب الخليجيين، كما وصفها رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، وتسهم في دعم استضافة العراق بطولات وفعاليات مستقبلية. وقد اختير سندباد البحري، هاي الشخصية الأسطورية من حكاية ألف ليلة وليلة التي تحكي رحلات البحرية السبع بتعويدة الخليج، هذه البطولة. وها هنا نتحدث عن مدينة البصرة اللي راح يزينها السندباد برحلة ثامنة بصحبة شقيقات السبع، أي منتخبات الدول السبع المشاركة. إذن مشاهدي الأحبة تفضلوا البقاء ويانا حتى نفتح هذين الملفين ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام. واقع الخدمات مشاهدي الأحبة اللي صار يتضح تطوره يوم بعد يوم بفضل توجيه الجهد الخدمي والهندسي وفق ما أشاد به المواطنون القاطنون بالمناطق اللي شملت بالإعمار. الحكومة الحالية تتلقى الدعم من قبل الإطار التنسيقي لما رأى منها تحقيق ما أوعدت به في البرنامج الحكومي، واليوم يناقش الإطار الشيعي في اجتماعاته الأخيرة أولويات الفصل التشريعي الجديد وأهمية حسم اللجان النيابية. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير اللي أعدته لنا الزميل نهى الشمري. لا تزال مساعي حكومة الخدمات تستمر بجهدها يوما بعد آخر تنفيذا لما جاء في البرنامج الحكومي على الصعيدين المحلي والدولي. فالحكومة الحالية أخذت على عاتقها تصحيح مسارات ما أفسدته الحكومة السابقة وإعادة بناء هيكلية الدولة بإصلاح الاقتصاد الذي دأبت عليه عاكفة باستثمار الفرص المتاحة وتهيئة الظروف الملائمة لتنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل. أما الشق الآخر فقد توجهت الحكومة بخطواتها إلى تقديم الخدمات العامة للمواطنين إعمارا وتجديدا في المناطق المنسية المتهالكة، وكذلك المنظومة السياسية واهتمامها بالعلاقات الخارجية مع الدول المتطورة. لذلك أكد الإطار الشيعي دعمه لما ينجز في حكومة الخدمات خلال اجتماعه الأخير الذي عقد الأربعاء الماضي للنهوض بالواقع التنموي والخدمي في البلاد. وفي الجانب النيابي طرح الإطار التنسيقي أولويات الفصل التشريعي الجديد وما يخص قانون الانتخابات وكذلك النفط والغاز ومصير الموازنة الاتحادية، وربما هناك خطوات مقبلة في ساحة التحركات السياسية بما يتعلق في إقرار الموازنة في الفصل النيابي الجديد كما يصرح بعض المتخصصين. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه، بهذا الملف ارحب بضيفي الكريمين السيد وائل الركابي عضو ائتلاف دوله القانون، حياك الله استاذ وائل، وكذلك ارحب بالاستاذ علي الزبيدي عضو تحالف الفتح، حياكم الله ضيوف الكرام. استاذ وائل، نتحدث عن الجهد الخدمي اللي تؤديه اليوم حكومه السيد السوداني، بالتالي هذا الجهد ما دام انه فيه تماس مباشر مع المواطن، المواطن بدا يجني ثمار قريبة جدا من عنده وخلال وقت قصير، هل يكون هذا مقدمة لإنجاز
يعني مهام أكبر؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد وللأخ العزيز ضيفك أستاذ علي ومشاهديكم الكرام. نعم أنا أعتقد يعني في واحد من اللقاءات مع جنابك الكريم السابقة كنا قد تحدثنا أيضا حول منح هذه الحكومة مهلة كافية لكي تحقق برنامجها الحكومي على أرض الواقع. عندما يبقى البرنامج أسير لأوراق بالتأكيد أنه لا يمكن أن يجسد على الواقع، لكن لا نستطيع عفوا أن نحكم عليه حكما حقيقيا ما لم يجسد على الأرض. فبالتالي عندما طلبنا بإعطاء مهلة وفرصة لهذه الحكومة على الأقل مدة سنة من الممكن أن تثبت من خلالها هذه المدة المنجزات الحقيقية لتنفيذ هذا البرنامج. وبالتالي مثال بسيط، يعني شاهدنا عندما زار السيد السوداني مستشفى الكاظمية، البعض تحدث والبعض استغل بعض المفردات التي أطلقها في وقتها وحاول أن يستغلها استغلالا غير صحيحا، لكن عندما تم افتتاح المستشفى بعد مدة قصيرة أقل من يعني أقل من شهرين في فترة الحكم، لاحظ أنه لا يملك إلا أن يقدم الشكر ويريد أن ينتظر لكي يرى المنجزات الأخرى. فبالتالي البرنامج الحكومي وكل ما من شأنه أن يحقق الجانب الخدمي في هذا البرنامج الذي هو شعارا مرفوعا لهذه الحكومة والإطار داعم لهذه العملية، لا يمكن أن يكون إلا من خلال منح مدد زمنية لا أقول أنها طويلة، لكن على الأقل أن ثمة خطوط متوازية تسير، كل يسير بمعزل عن الخط الآخر، الجانب الخدمي، الجانب الأمني، الجانب يعني العلاقات الخارجية، الجانب السياسي. هذه أمور أعتقد أنها ستثبت خلال الشهرين القادمين يعني منجز حقيقي، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار انتهاء المدد التقييمية للدرجات الخاصة والمسؤولين الذين سيكونون بمستوى لائق للبقاء أم أنهم ينحون. هذه واحدة من العوامل أتصور أنه التي يسير عليها حكومة السوداني، بعيدا عن الإعلام يعني عن نظرية الحكومة السابقة التي الفيسبوكية فقط ولم تنجز شيء، وحتى ملاحقة الفساد أيضا سننتظر وسنسمع وسنرى بعد أشهر قليلة جدا، لن تمر السنة إلا وتشهد أن ثمة أفعال حقيقية على الأرض تريح المواطن العراقي في هذه الجوانب. طيب أستاذ علي، جد ترحابي بحضرتك لما يتحدث السيد الركابي عن هذه المنجزات والمدد الزمنية اللي تحققت خلال هذه المنجزات والمدد الزمنية المطلوبة لتحقيق منجزات أكثر، بالتالي اليوم المواطن باعتباره هو المستفيد الأول والأخير والمستفيد الأكبر من الحكومة اللي وصفت نفسها بالحكومة الخدمات. هنا راح نشوف أنه من الذي يلبي مصلحة المواطن؟ الحكومة، الإطار التنسيقي اللي وعد بأن حكومته راح تكون حكومة خدمات، الإطار التنسيقي لما تحدث عنه بصفة كتلة برلمانية، لو بصفة نواة لتحالف إدارة الدولة اللي كل تعاضدوا على تقديم الخدمة للمواطن. كيف تنظر إلى كل هذه الحلقات اللي جعلت أمام أعينها ونصب أعينها هي تقديم الخدمة، وفي حالة عدم تقديم الخدمة طبعا المواطن رأي آخر راح يكون. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ أحمد وتحية للأستاذ وائل الركابي ضيف العزيز، وتحية لجميع متابعي ومشاهدي هذه القناة من أبناء شعبنا الطيب. الحقيقة إذا أردنا أن نلقي نظرة فاحصة على البرنامج الذي أطلقه السيد السوداني قبل تسنمه رئاسة الوزراء وما فعله خلال هذه الفترة القصيرة، حقيقة يعني يوصلنا إلى حقيقة أنه بعض الحكومات أمضت سنتين أو أكثر من سنتين ولم تلبي أي شيء للشعب العراقي ولا أي منجز، بل بالعكس ظهرت بفساد بالتريليونات.
لكن أنا أعتقد أن السيد السوداني بهذه الفترة القصيرة الرجل رفع شعارات الخدمة وشعار حكومة الخدمات، وهذه الحكومة بدأت أولاً بمحاربة أخطر ملف وأعقد ملف هو ملف الفساد. ملف الفساد الحقيقة ملف ملغوم، ملف فيه رؤوس كبيرة سيطيح بها وأطاح ببعضها، كانت متمركزة مثل السيد ضياء الموسوي والمتهم ضياء الموسوي، والحقيقة أمثال ضياء الموسوي نور زهير ومستشار رئيس الوزراء السابق. الحقيقة هؤلاء المستشار الذين هربوا الآن خارج العراق، هذا الملف ملف خطر وملف لا يجرؤ أحد على فتحه إلا إذا كان يتمتع بالحصانة والشجاعة التي تؤهله لخوض هذا الملف. الملف الآخر أعتقد أنه بعد ملف الفساد وهو الرجل الآن شرع به شروعا قويا هو ملف الكهرباء. هذه السنة يجب أن تكون الكهرباء أفضل من السنين السابقة، وملف خطر، يجب نصب محطات 350 إلى 400 كيفي ولو متنقلة ولو مؤقتة، لكن لتحسين الكهرباء إلى أن يحين تأسيس محطات كبيرة. البلد الذي ليس فيه طاقة كهربائية لا يمكن أن يتقدم صناعيا ولا زراعيا ولا يمكن أن يرى نور التقدم. الذي أود أن أقوله هنا أن الملفات التي تناولها السيد السوداني في برنامجه الخدمي بدأ بتنفيذها شيئا فشيئا، توفير فرص للعاطلين. الآن البنوك سمعنا وضعت الآن مثلا قروض للمشاريع الصغيرة، هناك برامج استراتيجية. الآن السيد السوداني كانت هناك كثير من المستشفيات متلكئة، طرق متلكئة، الآن بدأ البرنامج الخدمي بالمناطق الفقيرة من بغداد، المناطق النائية التي لم ترى أي خدمات من الحكومات السابقة، الآن وصل إليها الجهد الخدمي وبدأت بإكساء الشوارع والبنى التحتية الخدماتية. هذه الخدمات الحقيقة يجب أن ينظر لها بعين الإنصاف من لأنه الرجل السيد السوداني له حكومة تحديات إن صحت التسمية. طيب. الرجل تحدى في غمرة الفساد أن يصلح، والإصلاح ليست كلمة كما استخدمها الآخرون، الإصلاح عمل، والإصلاح كما تفضل السيد الركابي هو يجب أن يلمسه المواطن في أرض الواقع. فإذا أردنا أن نرى برنامج المشاريع المتلكئة الآن يعني مشت بشكل جيد كالمستشفيات الآن والمدارس، الآن السيد السوداني عنده تقريبا في 6 محافظات 7 محافظات مستشفيات كبيرة على أبواب الافتتاح، من 500 إلى 2000 مدرسة يجب أن تبنى في هذه الفترة. أنا أعتقد أن هذا هكذا برنامج يحتاج مو إلى سنة ولا إلى سنتين، إلى 4 سنوات يحتاج لتنفيذه إن نفذ بالشكل الكامل. طيب أستاذ وائل، يعني هذه المنجزات في الداخل بالتأكيد لها انعكاسات في الخارج. هنا نتحدث عن الدعم اللي تتلقاه الحكومة، حكومة السوداني، من الجهات الدولية، المؤتمرات الإقليمية والدولية، أيضا طريقة التعاطي الدولي والعلاقات السياسية الدولية. هل من الممكن أن تستثمرها الحكومة وتذهب باستثمارها بالاتجاه الإيجابي، أم أن الضواغط راح تكون كبيرة حسب توقعك، وبالتالي تكون هنالك موانع من تنفيذ البرامج الخدمية لهذه الحكومة؟ شوف أستاذ أحمد، أعتقد أنه السيد السوداني والإطار التنسيقي تحديدا، يعني كونه هو مسؤول عن وصول السيد محمد الشياع السوداني وترشيحه لهذا المنصب، فضلا عن ائتلاف إدارة الدولة بشكل عام، جميعهم تقريبا أيقنوا أن المرحلة الحالية التي يعيشها العراق وتمر بها المنطقة بشكل عام سواء على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي تحتاج إلى حالة من الاستقرار، والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في العراق. لذلك ما أوصله
السيد محمد الشياع السوداني إلى المجتمع الإقليمي وإلى الدولي، تجد حالة فيها من الاستقبال الرسائل التي أوصلها السيد السوداني بأنها رسائل حقيقية وصادقة تؤكد على أن العراق سيتعاطى مع هذه الدول بالمصالح المشتركة. يعني لا يستطيع أن يفضل دولة على حساب دولة، ولا يسمح لأن يعتدى من أرضه على دولة جارة، ولا يسمح أن يغفل عن المبادئ والقيم والثوابت. لكن عندما نتحدث عن لسان دولة، دولة يعني بمعنى أنه وجود وصالح مشتركة. فبالتالي عندما ننفتح مثلا على الصين، هذا لا يلغي أننا ننفتح عن مع الأمريكان مثلا. وبالتالي عندما تكون لنا علاقات قوية مع جارة الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا لا يلغي أن نتوجه إلى السعودية وإلى دول الخليج أو إلى دول أخرى. فبالتالي تقريبا هذه الرسائل وصلت إلى هذه الدول، سواء كانت دول جوار أو دول إقليمية أو حتى دول الغربية، لا سيما مثلا فرنسا التي أيضا ذكرها السيد محمد الشياع السوداني في أكثر من مرة في أحاديثه. وبالتالي العمل الآن بالنسبة إلى الحكومة الحالية هو عمل يحقق المصالح العراقية. إذا كان المشروع الشين هو يحقق للعراق من خلال الشركات الفرنسية، فأهلا وسهلا. المشروع صاد يحقق للعراق مصالحه وإرادته من خلال الصين، فأهلا ومرحبا. المشروع الكذا من خلال الأمريكان، أيضا أهلا ومرحبا. ليست لدينا حساسية باسم الدول، إنما لدينا حساسية بأن يملى علينا. مرحلة الإملاءات كما مرت سابقا، وخاصة أعيد وأكررها، ما حدث في حكومة الكاظمي كان كارثة على العملية السياسية في العراق برمتها. لذلك لا نريد أن نعيد التجربة، ولا نريد أن نعيد أيضا المأساة مرة أخرى. أتصور أن محمد الشياع السوداني الآن يسير بنهج تقريبا الجميع متفق معه في مساراته، مدعوما من الإطار التنسيقي بشكل خاص، وكذلك ائتلاف إدارة الدولة. تقول لي الطريق صعب، أقول لك نعم، هذه القضية مو قضية باكر تتحقق، تحتاج إلى زمان. لدينا دولة متهالكة، لدينا يعني بنى تحتية تكاد أن تكون يعني عفى الزمان عليها. فبالتالي هذه القضية تحتاج إلى سنوات، لكن عندما تكون الانطلاقة الحالية تضع النواة الأساس وتضع حجر الأساس لبناء مؤسسات حقيقية، نعم هذا موجود في برنامج السيد محمد الشياع السوداني. وأنا مرة في أحد لقاءاتي معه قلت له: دولة الرئيس ليش ما توزعون أراضي للعالم وتفرحونهم؟ قال: والله لدينا في برنامجنا، لكن أنا أحب أن أزيدك، ما راح نوزع فقط أراضي، إنما سنبني وحدات سكنية مجهزة تليق بالعراقيين ونقدمها لهم، سواء شرائح الموظفين وغيرهم. هذا البرنامج موجود، لكن هذا أيضا يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تكاتف سياسي. وإن شاء الله إحنا نقول المرحلة الحالية فيها شيء من الهدوء والاستقرار على الصعيد السياسي الذي ينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي، لا سيما بوجود وفرة مالية الآن موجودة حتى يتم إقرار الموازنة التي هي بالتأكيد رافد مهم أساسي لتحقيق هذه المشاريع. طيب أستاذ علي، لما نتحدث عن كل هذه المفردات، بالتالي سلم الأولويات لهذه الحكومة، المواطن يستطيع الصبر قليلا ما دام أنه يكتسب أو يلمس بعض المكتسبات الحقيقية اللي تقترب من واقع تبليط خدمات. نشوف أنه الجهد الهندسي، معونة الحشد الشعبي، بدأ ينجز الكثير من المهام. هنا راح نتحدث عن هذه الخطة لما تكون لها مديات قريبة ومتوسطة وبعيدة. هل من الممكن إذا نجحنا بهذه المقدمات راح ننجح ب الأبعاد الاستراتيجية لهذه الخطط؟ السيد وائل الركابي الحقيقة يطرق إلى مسألة مهمة وخطيرة جدا،
هي قد أخفقت بعض الحكومات، يعني بعض الحكومات السابقة فيها، وهي عندما تتقرب من دولة تتحسس الدول الأخرى أنه يعني عندما تقرب السيد عادل عبد المهدي إلى الصين الحقيقة ثارت ثائرة أمريكا أنه هذا الأمر فيه يعني جفاء للولايات المتحدة. حقيقة هذه الموازنة الآن السيد محمد الشياع السوداني وحكومة الإطار التنسيقي أخذت هذا الأمر بنظر الاعتبار، يعني تنفيذ مشروع الفاو الكبير وخط الحرير وكذلك بناء المدارس والقناة الجافة وربط السكك الحديد الاستراتيجية مع الدول الجوار والربط الكهربائي، هذه مشاريع استراتيجية كبيرة على السيد السوداني أن يشرع بها يعني لأهميتها ولخطورتها. وكذلك الطاقة الشمسية الآن العراق، أنا أتذكر أحد أولادي مهتم بالطاقة الشمسية في أوروبا، عندما زار العراق هنا قال يا أبي إذا العراق فقط من الطاقة الشمسية ممكن أن يصدر طاقة للدول الجوار ولمن، وهذا بالإضافة للاكتفاء الذاتي. العراق إذا أراد أن يعمل بمصداقية وبإخلاص صدقني يا أخي لا تقف أي مشكلة أمام العراقيين. العراقيين شعب الإبداع، شعب القوة، شعب عاش حصار وعاش سنين يعني صعبة جدا، وأبدع وتمكن من سد فراغ كبير عندما حاصرته الدول أكثر لمدة أكثر من 10 سنوات. فأنا أقول أن السيد محمد الشياع السوداني الآن هناك وفرة مالية كما تفضل السيد وائل الركابي، هناك الآن بعض المحللين الاقتصاديين يقولون أن النفط في طريقه إلى الارتفاع قد يصل إلى 150 دولار للبرميل. هذا تحسين الإنتاج وزيادة التصدير إلى 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 دول العالم وانقطاع النفط والغاز الروسي ممكن أن يمنح العراق فرصة كبيرة لأن يتفاوض مع الدول. قبل فترة ذهب السيد منصور بارزاني إلى الاتحاد الأوروبي وتفاوض، لكن كان المفروض أن يذهب وزير النفط العراقي ليتفاوض مع الاتحاد الأوروبي في مسألة الغاز العراقي. الغاز المسال الآن عندنا في المنطقة الغربية وفي الشمال وفي الجنوب، هناك كميات غاز تحرق لمدة أكثر من 50 سنة 60 سنة، الغاز العراقي يحرق بدون الاستفادة منه. عندما بدأت الجمهورية الإسلامية باستغلال الغاز تقدمت كثيرا من القرى إلى المدن، بدأ مشروع الجمهورية الإسلامية في مد الغاز بالأنابيب إلى البيوت للتدفئة وللإضاءة وللصناعات. فيا أخي العزيز، نحن عندنا ثروات، عندنا عقول كبيرة، يجب أن تستغل هذه الثروات وهذه العقول للإبداع في العراق. أفكار كثيرة، السيد السوداني وعد الآن نحن من منبركم نناشد السيد السوداني أن يمنح قطر أراضي للبيوت للمنتسبين وللموظفين ولذوي الدخل المحدود وللفقراء. هؤلاء الناس، هؤلاء العراقيين عانوا ما عانوا خلال 50 60 سنة الماضية، يجب أن 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 على الأقل من حكومة الإطار التنسيقي ومن السيد السوداني، هذا الرجل ابن الجنوب، ابن المعاناة، ابن الشهداء، يجب هذا الرجل أكثر إنسان لعله يحس بمعاناة العراقيين. فأنا أتمنى من هذا المنبر ومن هذه القناة الكريمة أن يصل صوتنا إلى الحكومة وأن تمنح من لا يمتلك دار أن يكون له دار، وليس كما أطلق السيد الكاظمي المشروع، وهذا المشروع كان صراحة مشروع فارغ ومشروع فيسبوكي، لم يحصد من العراقيين إلا الفساد وإلا السرقة. طيب نعم. أستاذ وائل، يتحدث السيد الزبيدي عن هذه المرتكزات، وهنا خلينا دائما نخلي المواطن هو نصب أعيننا باعتبار أنه هو الثمر الأساسية بالمعنى بالخدمة. خلينا نتذكر هذه العملية التكاملية لما يشير السيد الزبيدي أنه حكومة الخدمات مدعومة من الإطار، خلينا نتذكر هي كلها مراحل متسلسلة بحكومة السيد المالكي، جذع النخلة نوضع حجر الأساس، اليوم أجدت أدوار تكاملية، وصلنا اليوم إلى هذا العرس الخليجي، إلى توجه أنظار العالم مو فقط الخليج إلى العراق، وحتى في عتب جميل على الكابتن عدنان درجال قالوا له أنت وعدتنا
انه تخلي الافتتاح افضل من افتتاح قطر، لكن ما وفيت بوعدك، هذا الافتتاح صار اجمل من افتتاح قطر. هذه الروح اللطيفه وهذه التكامليه وهذا الألق العراقي كيف تنظر اليه؟ لانه هو بصراحه هو ايضا نتاج حكومات. يعني عاده استاذ احمد عبر التاريخ حقيقه نجاح الدول وتقدمها هو بقضيه التكامل، يعني لا يمكن ان تلغي ما مضى وما سبق من حكومة وتأتي تنجز من جديد مرة أخرى. لو كان الحال والنجاح يحسب بهذا النهج وبهذا الأسلوب لما وصلت الأمم وتطورت ووصلت إلى ما هو عليه من العلوم ومن التكنولوجيا. بالتأكيد أنه قضية التكامل هي قضية تؤكد أو تدلل على أن ثمة إيمان بنجاح الدولة وبمصلحة البلد وبقضية يعني الإيثار بالنفس، يعني حتى مو مثل ما مثلا عندما نتحدث عن قانون البنى التحتية مثلا، هذا من باب المثال. نعم. عندما رفض من البعض، يعني الآن لو من بين 2010 وكانت المدة مالته 10 سنين لل 2020 وكان لشركات يعني كورية وغيرها كان لربما أنجز الآن، والعراق ليس بهذا الحال، يعني كان أنجزنا 100% يعني 70% أفضل من واقعنا الحالي اللي قاعد نعيشه. هذا يعود إلى سبب السجال السياسي والخلاف السياسي، وحتى لا يحسب إلى سين أو لا يحسب إلى صاد. علينا أن نغادر هذه الثقافة. نحن نتعاطى مع عراق، نتعاطى مع شعب عراقي بغض النظر عن قوميته ومذهبه وديانته ولونه وشكله. اليوم الكردي موجود شئنا أم أبينا، هو شريك معانا في العملية السياسية، وإذا على المعاناة فأيضا عانى كما عانى أهل الوسط والجنوب. نعم. الشيعة من نظام دكتاتوري فاشي لربما أشرك معنا بالكل. فإذا إذا ما أرادت الحكومة، حكومة السيد محمد الشياع السوداني، أن تنجح الآن حقيقة عليها أن تعمل بهذا النهج، وعليها أن تضع المواطن فقط. نعم. نصب عينها، لا تضع المسؤول ولا تضع الحزب ولا تضع ولا يضع حتى حسابات الانتخابات القادمة، لا أبدا. المواطن هي المرتكزات المهمة والثابتة، ولنتأمل أن يكون نتأمل هذا طبعا نتأمل، وهذا النقد يعني بالتأكيد هو نقد بناء للجميع. نعم. يعني ليس فقط. نعم. إلى جهة معينة أو يحاول أن يعني يفهم فيه. طيب. إساءة. نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد وائل الركابي عضو ائتلاف دولة القانون، والشكر موصول لحضرتك الأستاذ علي الزبيدي عضو تحالف الفتح، أثريتم الحوار ضيوف الكرام. نتواصل وياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف الرياضي اللي نتابع من خلال خليجي 25. أرحب بضيفي الكريمين الكابتن بسام رؤوف الرياضي البارز، وأهلا مرحبا بك كابتن بسام، حياك الله. حياكم الله، مساء الخير عليك. مساكم الله بالخير جميع المشاهدين متابعي قناة الأيام. حياك الله كابتن. وكذلك ينضم معي عبر سكايب الأستاذ محمد إبراهيم المنسق العام للاتحاد العراقي في السعودية، أهلا مرحبا بك يا أستاذ محمد. أبدأ مع حضرتك كابتن بسام، نتحدث اليوم عن انطلاق فعاليات خليجي 25، وأنه الحدث الأبرز بالافتتاح مهما كانت هذه العروض والفعاليات منسقة بشكل جيد، أيضا نرجع للجمهور اللي كان إلى الدور في هذا الافتتاح. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد أيضا من السعودية أخي العزيز الغالي. طبعا أكيد يعني احنا كلياتنا متفقين بانه هو عرس كروي كبير ومحفل رياضي اجتماعي اقتصادي سياسي الى ابعاد كبيره. اليوم تنظيم على المستويات، يعني تم خلال فتره يعني تجهيز له، وبالتالي
الدعم الكبير للدولة العراقية لهذا المنجز، لهذا العمل، لهذا النشاط كان أيضا كبير يليق باسم العراق وسمعة العراق. وبالتالي الجمهور اللي حضرتك تتحدث عنه بأنه هو صاحب المنجز، هو فعلا احنا دائما نقول الوليد يكبر لكن العراق ولد كبيرا. العراق حقيقة بأهله، بناسه، بطيبته، بوفاءه، بمروته، اليوم يستطيع أن يقيم هذه البطولة اللي حقيقة وسعت الخليجيين، الأخوة الخليجيين والأوروبيين والاتحاد الدولي والآسيوي والاتحاد الخليجي. لذلك التعاون المشترك والاستقبال والضيافة، الأحبة الأهالينا من البصرة كانت حفاوة كبيرة وكرم كبير من عندهم حقيقة. نقول احنا نفتخر به، استطاعوا بفترة وجيزة أن ينقلوا العراق من منطقة حظر إلى منطقة استقبال كبير حقيقة وحفاوة وكرم ليس لها مثيل. هذه النظرة حقيقة اللي أنا أعتبرها النظرة الحقيقية اللي يجب أن تكون سائدة خلال السنوات القادمة عند الشعوب العربية، بأنه العراق يغفر حتى لمن أساء إليه من خلال الرياضة وبوابة الرياضة. هنالك تسامح ومحبة وود بين الأخوة العرب والخليجيين. طيب. والعراق. لذلك اليوم احنا نقول لهم اهلا وسهلا بكم، حللتم اهلا وسهلا بكم في بلدكم. نتمنى نعم. يكون بلدكم الثاني هو العراق، وبالفعل هو البلد الثاني. استاذ محمد، اجدد الترحاب بحضرتك ويتفضل الكابتن بسام حول هذا الافتتاح الكبير. خلينا نعرف اصداء افتتاح خليجي 25 من هذه المحافظة العراقية البصرية اللي أصبحت عروس للخليج، كيف ينظر الأشقاء العرب إلى هذا الافتتاح وفي هذا المكان تحديدا؟ عليكم على جماهير قناة الأيام، وحب مسي على الأخ والصديق العزيز الكابتن بسام. الصراحة البارحة يعني اللي صار، يعني صراحة قلت لك كلنا كعراقيين لازم نفتخر، وطبعا احنا برا الملعب يعني شعبنا البصري يعني قدم أشياء يعني يعجز الكلام عن وصفها. ولكن اللي حصل البارحة بالافتتاح، يعني احنا لازم نهنئ أول شيء الشعب العراقي اللي هو كان الرقم الصعب بهذا العمل الجبار والجماهير. ولكن نفس الشيء الشركة هذه مهما دفعنا لها فلوس، يعني في ناس قال لك المبلغ كان كبير، أنا أتوقع أنه المبلغ اللي دفعناه، الفكرة والسيناريو اللي سواه والسلسلة يعني كيف رجعنا تاريخنا اللي احنا اهملناه واللي صار تاريخنا بس نتفاخر فيه كتاريخ، انه البارحه حفل الافتتاح اعاد وهج العراق، اعاد للعالم انه احنا بامكاننا وعندنا شعب مبدع، فقط نحتاج الدعم الحكومي. احنا الحكومات هاملتنا، نتمنى هذا الدعم للرياضه اللي صار، وهذا المبلغ اللي اندفع في سبيل هذه البطوله تقام ونوصل هذه مرحله الافتتاح اللي ما تجاوزت 42 دقيقه، عكست صورة كبيرة على مستوى العالم وليس الوطن العربي فقط. اليوم احنا نطالع الصحف العالمية، وكالات انباء كلها تتداول هذا الحفل كان فعلا في العراق. يعني هذا الشيء الصراحة اسعدنا، غطى على اشياء يعني كثيرة. الان الرسالة وصلت للمسؤول العراقي اولا، انه الشعب العراقي اذا عرفت كيف تحتويه وكيف تقدم له الدعم وكيف يعني تنطي احترامه وتقديره، فهذا الشعب راح مش لك انت المسؤول، وانما العراق كامل حيقدم صوره جميله للعراق، البلد صاحب الحضارات اللي العالم يتغنى فيه. فانا اشكر الشركه وصاحب الفكره، يعني اساسا انا اتامل من الاتحاد العراقي ومن الحكومه العراقيه صاحب هذه الفكره اللي قدمها، يعني الفكره والسيناريو مال الافتتاح، انه يطلع يظهر للعالم كيف بنى هذه الفكره وكيف سواها ويكرم. يعني حقيقة ما تكون جنسيته أي جنسية كانت، فهذا الشخص اللي قدم هذا العرض يعني في تفاصيل معينة، ترى احنا شفنا جمال وانبهار بالألوان، ولكن في تفاصيل معينة يعني صحة الحقيقة اللي العالم كله يعرفها واحنا نايمين، يعني والزمن أكل وشرب علينا 40 سنة ما نعرف راسنا من رجلينا، انه احنا اصحاب حضارة واصحاب ثقافة. طيب. وان الشعب العراقي شعب جبار حقيقي، فقط يحتاج الدعم والمساندة. طيب الكابتن بسام، يعني ابتداء من اختيار ثيمة السندباد البحري رمز لهاي البطولة، ووصولا الى مهرجان الافتتاح لهذه البطولة يوم امس،
اللي عكست الحضارة السومرية وأول عجلة بالتاريخ وأول من علم الحرف. بالتالي أكو تواصل بين الأجيال صار لما يكون هذا الكرم لأهالي البصرة وهذا الألق في الافتتاح وهذا المنجز الكروي الرياضي على بناية الملعب أو حتى على التنسيق والحفاوة. احنا حتى نروح دائما يقول لك انتم تتغنون بحضارتكم لكنه ما قدمتوا شيء. هذا التغني بالحضارة هسه صار انه مصداق بالواقع، شلون نشوفه؟ طبعا اليوم نظرت قلت لك تغيرت يعني بشكل كبير. اليوم الافلام الامريكيه والاجنبيه اغلبها حقيقه تتحدث عن بلاد ما بين النهرين ووادي الرافدين، وتتحدث عن الحضاره القديمه والانجازات الكبيره اللي حققوها ابنائها، ولولا العلوم الاوليه لبلاد ما بين النهرين لما وصلنا اليوم لهذه التكنولوجيا وهذه الحداثه. لذلك اليوم علينا فعلا ان نفتخر وان نتحدث بقوه وان نتكلم بالمنطق. اليوم العراق هو بلد اكيد يعني غني عن التعريف، لكن بنفس الوقت نريد احنا نوصل رسائل من خلال هذه البطوله ومن خلال ترجمه هذا السيناريو الكبير في المهرجان بانه احنا بلاد السلام ولسنا بلاد الارهاب كما يعني كما روج وظلل الراي العام العالمي في السنوات السابقه. احنا بلد محب، بلد معطاء، بلد قادر حقيقه بانه ينهض بابنائه من جديد من خلال الأنشطة الثقافية والسياسية والرياضية والاقتصادية. والكثير من دول العالم اليوم يحث المجتمع الدولي حقيقة على التقارب مع العراق، لأنه العراق بيئة خصبة حقيقة للعطاء وبيئة خصبة للتعامل بمصداقية مع العالم كليته. اليوم تغيرت النظرة، لذلك اليوم الاستقرار العالمي جزء من عنده هو العراق اللي هو اعتبر قلب العالم، ويحتاج حقيقة هذا التقارب أن يكون هنالك أكيد يعني منجز حقيقي على أرض الواقع ينعكس على طبيعة معيشة المجتمع العراقي. اليوم المجتمع العراقي بأوجه الحاجة حقيقة لمنشآت وإلى إعمار وإلى أيضا إلى الرفاهية. اليوم احنا محتاجين هاي الرفاهيه حتى نستطيع بانه نبدع، بدون رفاهيه راح تبقى تعاني. ذلك اليوم احنا انطلقت من الانطلاقه كانت الماراثونيه من حقيقه من الرياضه، وبالتالي احنا بالخطوات الاولى صحيح، لكن هنالك امال كبيره تعقد على المجتمع الرياضي وعلى المجتمع السياسي وعلى دوله رئيس الوزراء والحكومه العراقيه خلال المرحله القادمه بأنه نعمل سوية، نتكاتف سوية، نتعاون سوية من أجل العراق ومحبة العراق ومن أجل أبنائنا يعيشون مستقبل زاهر يعني في ظل السلام القائم اليوم في العراق. هذه العلاقات الكروية والقوى الناعمة أستاذ محمد إبراهيم يعني انعكاساتها بالتأكيد راح تبين على المنظومة السياسية الاقتصادية الجغرافية العلاقات الدولية. بالتالي مو من السهل لما تكون هنالك علاقات دولية على مستوى دول ومنتخبات وجمهور وتنسيق وتنسيق عالي بين هذه الدول، حضور شخصيات رئيس برلمان ورئيس وزراء وغيره، وهذه الدول أيضا ستتبادل هذه الزيارات. هذا الموضوع بالتأكيد راح يخلينا اسم العراق يعني يعود ناصعا ويأخذ مكانه وحجمه الطبيعي بين الدول، ليس على مستوى العلاقات السياسية ابتداء، بل أن هذا البناء بناء صحيحا راح يكون في المنظور القريب. شلون راح تشوف أنه العلاقات العراق مع السعودية، العراق مع الكويت، العراق مع كل أشقائه؟ شوف احنا الآن بغض خلينا نوقف أول مرة، احنا قبل ما نتكلم عن علاقاتنا مع الدول الجوار والمنطقة، احنا البارحه كان وصلت رساله اهم اللي احنا محتاجيه فعلا داخل الوطن مش خارج الوطن. نعم. احنا كان عندنا يعني احنا محتاجين الان داخل الوطن في بناء، لان الخارج هم عارفين انت اذا كنت بوضعك الطبيعي وصار عندك حكومه يعني ثابته، حكومه تعرف يعني تحاسب الفاسد. نعم. وتعطي حقوق الناس وتبني الانسان، يعني انا يعني من قلت لك في بعض الاحيان ما تقدر تتكلم بالقنوات، ولكن هي حقيقه. نعم. احنا كنا نقول من زمان يا ناس احنا نحتاج نبني الانسان، دائما يطلعوننا بالبرامج الرياضيه الطوبه فرحه شعب. لا، انا اقول لك الان اللي صار البارحه دليل قطعي للحكومه وللشعب ولكل المجالات، اذا رياضيه اذا ثقافيه اذا سياسيه، انت ابني هذا المجتمع
حارب الأمية، حارب الجهل، ثق بالله أن الشعب العراقي يعني عنده فكر وعند يعني شعب مبدع. يعني هذول الدول كلهم حتى لما تجي تقول والله العراق إذا صحى من نومه اللي نايمين هذا 20 سنة بسبب الحكومات والأحداث اللي حدثت، يعني هذول هم كل ما يريدوك، بس يريدوك يعني بشكل أفضل وأقوى. في بعض الناس يقول لك ما يريدون نصحى عشان ننصر أقوى منهم. لا، الآن الدول هذه كلها قاعدة تحارب بالاقتصاد. نعم. الآن أقول لك شغلة واحدة، السعودية مثال باعتبار أنا عايش فيها، خلال 5 سنوات في الاقتصاد وين وصلت؟ رغم السعودية كان يعني كل العراق عنده ملاحظات، ولكن خلال 5 سنوات ركز فقط بالاقتصاد وبناء المواطن والمواطنة، وين وصل خلال 5 سنوات؟ العراق قادر أن، لأن هو يملك كل الأدوات، يملك كل المقومات اللي تخليه يوصل أعلى وأعلى، لأن أنت عندك ثروة، عندك ثروة بشرية، ثروة مالية، يعني كل الثروات بالعراق موجودة. إحنا ناقصنا إنه يكون عندنا حكومة يعني مع يعني ما دا أقل من حكوماتنا، بس حكومة حقيقية. إحنا مشكلتنا كل ما نتفائل خير تصير أحداث ترجعني لورا. البارحة أتمنى ما دام رئيس الوزراء والوزراء جالسين، أتمنى الرسالة وصلت بشكل أوضح. اللي عندك 11 مليون أمي، أنت لو تبدي بيهم يعني أنت سويت منجز. فإحنا أنت الآن لما تتكلم على العلاقات الاقتصادية مع الدول، أنت ابني داخلك وابني الإنسان داخلك، الشعب مالك، أطفالك، شبابك، ثق بالله العلاقات ترجع والتطور يرجع، لأن الناس برا رايديك أنت قوي. انت مالك شغله بالاحداث اللي تصير على يعني باشياء يقول لك فلان ما يدخل. لا، كل الدول الجوار يدوق قوي، لان اذا انت مو قوي انت ضعف، لان انت دوله كبيره عظيمه بوسط هذا بالشرق العربي، يعني انت من الدول المعتمد عليها بالاستقرار. فاذا انت كنت قوي اغلب، احنا ما اقول لك انه ما في حسد، ما في مشاكل، احنا ما يعني ما نني، ولكن محتاجي قوي. الآن بعد الأحداث اللي صارت آخر 20 سنة، الدول الخليجية والعربية، دول المنطقة تريدك قوي، أنت لازم تكون قوي. ابني المواطن، هذا المكان الطبيعي للعراق أستاذ محمد الغالي، نفتقد بناء المواطن العراقي. نعم بالتأكيد، يعني التفاته كلش راقية كابتن بسام لما أستاذ محمد يلتفت أنه يقول خلي نبني داخلنا بناء صحيح. نعم. نعم. وأيضا حكى على الحرب الاقتصادية والحرب السياسية، هذا التحارب الاقتصادي نقدر نخلي أمامه تقارب رياضي طبعاً. بمعنى أنه إحنا خلي شوية يزعلون من زملائنا الإعلاميين الرياضيين لما يكون هو برنامج رياضي، ولكن يطلع عن الروح الرياضية. قاعد كابتن بسام وأستاذ محمد إبراهيم ويقول لك كابتن محمد ابراهيم يحكي عليك هالشكل، شو تجاوبه؟ نعم. احنا مو وصلت حتى البرامج الرياضيه اصبحت هي مهاترات سياسيه. طبعا اكيد. لكنه اليوم لما نشوف هكذا فعاليه بحجم حدث دولي وحدث عالمي، ونشوف انه حتى القنوات الفضائيه العالميه المتخصصه بالرياضه كقناه الكاس لما تجيب المجلس بهذا الطاقم وهذا الديكور الضخم وتنصبه يمك، هذا شنو معناه؟ طبعا الى اهداف كثيره، يعني حقيقه هذا التقارب لا تتصور، هذا التقارب اجى من لا شيء. يعني التقارب اليوم فعلا يعني هنالك اتفاقيات دوليه على مستوى عالي، واليوم فعلا الاقتصاد العالمي يمر بازمه كارثيه. لذلك اليوم اذا بقيت هاي النزاعات والمناكفات السياسيه بين الدول والحروب، حقيقه هاي راح تلقي بظلالها على المنطقه بل على كل العالم. لذلك هنالك ثقل و حمل يعني حمل كبير حقيقة على دول المنطقة، وبالتالي عليها أيضا أن تساهم في إيجاد الحلول للعراق. العراق منطقة جيوسياسية مؤثرة بشكل كبير، يعني التجارة العالمية أيضا تمر عن طريق بوابة العراق، وبالتالي علينا استثمارها بالصورة الصحيحة. هناك قطاعات كثيرة في العراق يحتاج لها إلى تأهيل كبير وإلى مصداقية وإلى مسؤولية كبيرة من قبل وزرائها، قطاع الاقتصادي وأيضا الصناعي والزراعي. نعم. وكثير كثير يعني من قطاعات التعليم، قطاع التعليم اللي يحتاج له مو فقط تحديث، وانما حقيقه يحتاج له قلع من الجذور حتى نستطيع بان ننهض بهذه باولادنا، يعني نهضه حقيقيه على مستوى التعليم. نعم. ذلك اليوم الاستثمار استثمار بالانسان هو نفسه، اذا ما استطعنا الفكر نغيره اكيد راح احنا نستطيع نكون منتجين وفاعلين في هذه الدول. لذلك الجنبه الرياضيه مهمه جدا حقيقه، حيوية ونشاط أبنائنا وصحتهم والمحافظة عليها وسلامتهم هاي مهمة جدا، حتى يستطيع يكون الفرد قادر على ممارسة هواياته وتطوير نفسه وذاته
وتفعيل دوره في المجتمع. اليوم الرياضة مهمة لرسائل كثيرة في العالم، وبالتالي اليوم المرأة والشيخ الكبير، الأسرة، كلها لها يجب أن تفعل أدوارها. اليوم هنالك أكثر من ثلث الشعب العراقي معطل، أنا أتكلم أستاذ محمد عن طريق الأمية وعن طريق الأمراض وعن طريق حقيقة أمور كثيرة، يعني عندنا جوانب كثيرة ما نتطرق لها، لكن الجنب الرياضي أعتقد مؤثرة. نعم. وهي اللي تساهم بفرحة الشعب العراقي والتفاعل مع كل حدث. لذلك اليوم الإعلام يستطيع أن يستثمرها بالجنب الإيمانية الصالحة لخدمة المجتمع، والمجتمع اليوم أعتقد بأمس الحاجة إلى رسائل كثيرة توعية بها، يكون بعيدة عن قضايا المخدرات والأمور الأخرى اللي تكون مدمرة لفكر الشباب وحياتهم وحياة أسرهم. احنا حبينا في هذا البرنامج اليوم نسلط هذه الحلقة على يعني جلسة الافتتاح أو حفل الافتتاح عفوا، وهذا التواشج بين الرياضة والحضارة والجمهور والترحاب والضيوف الزائرين وكل هذه التفاصيل، ولكن أيضا راح نبقى مستمرين بتغطية المظاهر الإيجابية جدا في هذه البطولة عبر حلقات برنامج حصاد الأيام. أشكرك شكرا جزيلا كابتن بسام رؤوف، أثريت الحوار وشرفنا باستضافتك وحضورك معنا في الاستوديو. سعيد وياك شكرا جزيلا لحضرتك، وكذلك أقدم شكري الكثير للأستاذ محمد إبراهيم المنسق العام للاتحاد العراقي في السعودية، حدثنا عبر سكايب من السعودية. شكرا جزيلا لك كابتن محمد، شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.